وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده ان شاء الله نقدم لكم حلويات تعجبكم وتنول رضاكم. اول حاجه هنعملها مع بعض هتكون تشيز كيك بالشوكولاته البيضاء والمانجا، وتاني حاجه هنعملها هتكون بسكوت كمال باشا. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نعمل الحلويات دي مع بعض. سهلا بيكم. نعمل اول وصفه في حلقه النهارده اللي هي تشيز كيك الشوكولاته البيضاء والمانجا. ومقادير التشيز كيك هتكون بالنسبه للقاعده 2 كوب بسكوت مطحون، 50 جرام زبده مذابه، و50 جرام سكر. بالنسبه للشوكولاته البيضاء الحشو بتاع التشيز كيك هيكون عباره عن 400 جرام شوكولاته بيضاء، 300 جرام كريمة، 200 جرام كريم تشيز، و5 معلقة صغيرة جيلاتين. بالنسبة للتوبينج اللي هو هيكون عبارة عن مانجا، هيكون 500 جرام بيوريه مانجا، 3 معلقة كبيرة نشا، و1 كوب سكر. أول حاجة هنعملها هتكون القاعدة بتاعت التشيز كيك، وهي طبعا هنخلط البسكوت والزبده والسكر مع بعض ونحطهم في صينيه التشيز كيك وندخلهم الفرن حوالي 5 دقائق على درجه حراره 180 علشان يتحمصوا شويه لحد ما نحضر حشو التشيز كيك. والتشيز كيك اللي هنعملها النهارده دي زي ما قلنا في المقادير بتاعتها ان هي بالجيلاتين، وبالتالي هي مش هتدخل الفرن، هتدخل التلاجة عشان تجمد. فالحاجة الوحيدة اللي هتدخل الفرن هتكون القاعدة بتاعتها بس. هنحط البسكوت ونفرده، وبعدين نضغط عليه علشان يمسك في بعضه. هو كمان لما هيدخل الفرن والزبدة هتسيح والسكر كمان هيسيح هيمسك في بعضه أكتر وهيكتسب لون ذهبي. دلوقتي نبتدي نعمل الحشو. هنحط الكريم تشيز والكريمة وهدوب الجيلاتين في الميكرويف. وهضيف الجيلاتين للشوكولاتة الشوكولاته
هضرب دول شوية وبعدين أضيف لهم الشوكولاتة مع الجيلاتين. وبكده حشو التشيز كيك يبقى جاهز. نتأكد ان كل حاجة اختلطت ببعض كويس وهنحط الحشو فوق القاعدة. وطبعا هندخل التشيز كيك التلاجة علشان تجمد والجيلاتين والشوكولاتة البيضة يجمدوا خالص. وبعد كده هيبقى فاضل اخر طبقة اللي هي طبقة المانجا. لما طبقة التشيز كيك تجمد هنحضر طبقة المانجا. هنحط المانجا على النار وهنخلط السكر والنشا مع بعض. أول المانجا ما تغلي هنضيف لها السكر والنشا ونطبخها على النار لحد ما تتخن وتبقى زي في نفس كثافة المربى أو الجيلي. وبكده تبقى جاهزة إن احنا نحطها كطبقة فوق التشيز كيك. وهي مش هتبقى تخينة قوي، يعني مش هتبقى زي الجيلي جامد قوي، هي هتبقى زي الصوص شوية فوق التشيز كيك.
اوكي ابتدت تغلي. هنحط السكر و النشا ونفضل نقلب لحد ما نحس ان هي تخنت. ورجعت تغلي تاني والسكر كله داب. اوكي احنا مستنيين ان هي تبتدي تغلي، والنشا ما بيحبش يغلي كتير، لو غلى كتير بيبتدي يخف تاني، فاول ما يغلي عايزين نشيله على طول من على النار. اوكي اهي ابتدت تغلي كده، خلاص نشيلها من على النار وبكده تبقى المانجا جاهزة، واول التشيز كيك ما تجمد نطلعها من التلاجة ونحط عليها الصوص ده من فوق. ودلوقتي اشيل التشيز كيك دي واجيب الجاهزة عشان نقدمها مع بعض. وده بيبقى شكل التشيز كيك مع المانجا، وان شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم. وبكده نكون خلصنا اول وصفه في حلقه النهارده، ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نعمل تاني وصفه. اهلا وسهلا بيكم، نعمل تاني وصفه في حلقه النهارده اللي هي كمال باشا. والوصفة دي مقاديرها 300 جرام جبنة ريكوتا، ربع كوب سكر بودرة، واحد بيضة، واحد كوب سميد، تلت كوب دقيق، واحد معلقة صغيرة بيكنج باودر. وكمان هنعمل لها شربات، هيكون عبارة عن 1.5 كوب سكر، 3 كوب مية، واحد معلقة كبيرة عصير ليمون، وهيكون عندنا فستق للتزيين. بالنسبة للشربات هنحط كل المقادير على النار. عندنا المية، والسكر، والليمون، وهنسيبهم يغلوا على النار. وأول ما يغلي بعد كده هنوطي النار شوية ونسيبهم على النار لمدة 3-4 دقايق، وبكده يبقى الشربات بتاعنا يكون جاهز ويكون برد ان احنا نبتدي بيه، ما نبتديش بالبسكوت. هنحط المقادير كلها في الشربات
عجين وهنضربهم مع بعض. العجينة هتبقى طرية شوية، ولكن مفروض ان احنا برضو نقدر نكورها في ايدنا. يعني زي ما احنا شايفين هي طرية شوية بتلزق، بس في نفس الوقت نقدر نكورها في ايدنا لو ابتدينا نعملها بالراحة كده شوية. زي ما احنا شايفين بالشكل ده، ونبتدي نعملها بالشكل ده. هناخد قطع تقريبا قد الجوز ونبتدي ندورها. مش محتاجين حتى نحط دقيق في ايدنا او اي حاجة. ونبتدي نكمل الصينية بتاعتنا بالشكل ده. لحد ما نخلص الصينية كلها. بالشكل ده. وبعدين هندخلها الفرن على 170. وهتقعد في الفرن لحد ما لونه يبقى ذهبي خالص. ما نطلعهوش قبل كده، هو لونه لازم يبقى ذهبي حلو. وحتى لو كان شكله بان ان هو استوى بس لسه ابيض، نصبر عليه شويه لحد لونه ما يبقى ذهبي. اغسل ايدي وبعدين نكمل. وبعدين لما لونه يبقى ذهبي هنطلعه وهنحطه في العسل اللي هيبقى خلاص بارد، وبعد كده نزوقه بالفستق، وبعدين نرش عليه شوية عسل زيادة. الحلويات التركي بيبقى العسل فيها زيادة، ف نسيبه في شوية عسل زيادة كمان في الطبق، ولو شرب العسل ده نحط له عسل زيادة أو شربات زيادة. وبكده نكون خلصنا تاني وصفة في حلقة النهاردة، وإن شاء الله تكون عجبتكم، وأشوفكم في الحلقة الجاية على خير الله إن شاء الله.